فكر الاستراتيجي. عندنا مجموعه من السادات. دكتور سمير مساء الخير. مساء الخير مع حضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، اهلا بك فندم. دكتور سمير، الوضع بيتغير والسياسه بتتغير ايضا، وتحديدا السياسه في الخارج تجاه الكارثه اللي بتحصل في غزه. شايف تطورك على الارض ايه بخصوص هذه الكارثه؟ تمام. الاول نقول لاخر التقديرات طلعت ان الفلسطينيين هناك 16,000 شهيد فلسطيني حتى الان، رقم كبير قوي، زائد 4,000 مفقودين تحت الانقاض، يعني بنتكلم في 20,000 زائد 35,000 جريح. رقم كبير، رقم كبير قوي، مليون جرحى وشهداء. فدي البدايه عشان نعرف حجم الكارثه. هي ايوه بالظبط. خلينا نشوف الاول ايه اللي بيحصل دلوقتي، وبعدين نشوف ايه اللي جاي بعد كده. دلوقتي ان احنا بدانا الهدنه الثانيه لمده يومين. ايوه. نفس شروط الهدنه الاولى 3-1. نعم. ان كل 3 فلسطينيين يخرجوا من السجون الاسرائيليه قصادهم واحد من الرهائن. ايوه. طبعا الرهائن كان في البدايه 250، خرج الدفعه الاولى 50. النهارده حتى لسه من دقيقتين اسرائيل تسلمت مجموعه الرهائن بتاعت النهارده. فالامور بتاع الرهائن ماشيه كويس النهارده وبكره. ايوه. طيب هل هتستمر بعد كده؟ نسال الاول، دي اول حاجه. بكره هتنتهي الثانيه. بالظبط. هل هتستمر ولا لا؟ تمام. اولا نقول ان كلا الطرفين مستفيدين من وقف اطلاق النار وتبادل الرهائن. تمام. لان نتنياهو عنده مشكله كبيره في اسرائيل. نعم. واحد، الاداء السيء للجيش الاسرائيلي. نعم. اثنين، الاداء السيء للمخابرات الاسرائيليه. نعم. ثلاثه، القلق اللي عاملينه اسر الرهائن في اسرائيل. لان بيقولوا لا، رهائن بتوعي موجود، انت مستخسر تطلع كام فلسطيني من السجون؟ تمام. فدي عامله له مشكله كبيره. طيب هل هيستمر الكلام ده ولا لا؟ نشوف الناحيه الثانيه. برضو حماس وغزه مبسوطين. أي. طبعا وقف اطلاق النار، الناس بدات تنزل الاسواق، بدات تشتري. بدات القوافل تخش كويس قوي الانسانيه. طبعا. ومصر عامله جهد كبير جدا، وسياده الرئيس مش عايز اقول لك بيتابع يوميا على مدار ال 24 ساعه فعلا بالذات. نعم. القوافل الانسانيه، ولدرجه ان اتصالات لو اتاخرت بيكلموا امريكا عشان تخش الموضوع ده. تمام. ولكن الفتره اللي جايه هنخش في مشكله الرهائن. ايه يا مدام عزه؟